غياب الرقابة ومعايير الفحص والسيطرة النوعية في العراق عوامل عدة أدت إلى أن تكون البلاد سوقاً رائجاً لبضائع عدد من الدول المجاورة والإقليمية بغض النظر عن جودة تلك البضائع. المعدن الأصفر الذهب، والذي يعتبر من العملات الصعبة ومن المفترض أن يكون تصنيعه وفقاً للمعايير والأختام الدولية، يصنع في إيران مغشوشاً بالنحاس بحسب صاغة إقليم كردستان العراق. أكو محل كان عندي أنا مشتري من شخص قال جبته من إيران، طلاء وجهه طلاء، وبين ما تحكه يعني هاي الطبقة الفوق يطلع نحاس، فغش مصنع عندهم يعني أكثر من الطبيعي. مراقبون دعوا إلى تجديد الرقابة في المنافذ الحدودية، وخاصة مع إيران وما تمر به من أزمات اقتصادية أدت إلى تصدير كل ما يأتي إليها من عملة صعبة لحل أزماتها الداخلية. ويبقى السؤال، هل علاقة إيران السياسية مع العراق مبنية على الغش كما هي في منتجاتها التي تغرق أسواق العراق؟